السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كوك ويت. ديجا اليوم ان شاء الله غنقدم لكم سلطة سيزار مع صوص بسم مرافقة. الله، نبدأ على بركة الله. المقادير عندنا 250 غرام ديال صدر ديال الدجاج مقطع شرائح، عملنا له شويه ديال الملح شويه ديال البزار، وغادي ان شاء الله نسوطيه في طريف ديال الزبده ومعلقه ديال الزيت البلديه. عندنا لاصوص ديال هذا الصلاد، غنعملو ياغورت 110 غرام طبيعي، معلقه كبيره مايونيز، معلقه صغيره خردل مطارد، عندنا جوج الفصوص ديال الثومه محكوكين رقاق، عندنا تقريبا جوج المعالق د عصير د الحامض، عندنا معلقه حتى لجوج ديال الزيت البلديه، عندنا شويه د الملح حسب الذوق وشويه د الابزار. بالنسبه للمقادير الاخرى عندنا 100 غرام ديال الفرماج ايدام مقطع مربعات، عندنا 150 غرام ديال الطوماط سوريز مقطع انصاف، ناخذ الراس ديال الخس مغسول مزيان وناشف ومقطع، عندنا 6 ديال الطروفه ديال الخبز ديال الطوست كامل الدقيق الكامل. انا هنايا عملت له جوج ديال الفصوص ديال الثومه محكوكين، واحد نصف فنجان ديال الزيت البلديه، وعملته الفران يتحمر. ودابا ان شاء الله غادي تمشيو معايا نصايبوا هاد الدجاج هذا نسطيوه ونرجعوا نكملوا الصلاه. في مقله سخونه هنايا على النار غنعملوا طريف ديال الزبده، نعملو معلقة ديال الزيت البلدية، نحاولو نسلطيو خفيف طريفة ديال الدجاج، نبداو نقلبوهم مرة مرة هكدا حتى يتحمرو. أنا نسالي هاد التحمر ديالهم ونكملو مع بعضياتنا. بالنسبة لصوص سيزار عملت هنايا ياغورت طبيعي 110 غرام ومعلقة كبيرة ديال مايونيز، زايد واحد المعلقة ديال لاموطارد، جوج فصوصات نحكو كيبقى، معلقة زيت بلدية، معلقة تقريبا كبار ديال الزيت رومية، عفوا ديال الحامض، عندنا هنا شوية البزار، عندنا مليحة بحسب الذوق. حركو مزيان هاد لاصوص حتى تنسجم ونقدموها مع لاصالات ديالنا. ودابا نبداو نقدموها على بركة الله لاصالات ديالنا. نديرو في الأول الخس، نتبعوه بلا طماط، نزيدو الطوس ديالنا، نزيدو هاد الدجاج اللي من بعد ما تحمر مزيان قطعته هكذا مربعات، نزيدو الفرماج، عاد نخلطوها مزيان هكذا.
ونقدموها مرفوقه بالصوص اللي صايبنا من قبل، وبالصحه والراحه.